حاجه مو حاجه. انت وش تستفيد؟ انت وش تستفيد الحين من الوساخه والخباثه؟ وش تستفيد؟ اي وساخه الحين من اليوم؟ خط رجعه ما خط. وش تستفيد حبيبي؟ انا جيت جلست هنا وانت اللي وجهت السؤال لي. لا ولا أنا بس انت الحين اسلوبك ولا ولا الامور هذه؟ الامور هذه انا اكبر منها والله ارفع نفسي عنها. اني اروح امدح لي رجال عشان يعطيني فلوس؟ يا رب لك الحمد. اطلب الله سبحانه وتعالى، اطلب الله والله يعطيني. ما اروح اطلب خلقه. وراك وراك من اليوم تتنكز. وش الوساخه من اليوم انت تتنكز؟ وش تتنكز؟ انا جيت جلست هنا يا عيال وجه لي السؤال ولا لا؟ عيال وجه لي السؤال ولا لا؟ انا جيت هنا وجه لي السؤال ولا لا؟ انت اللي موجه لي السؤال. انت اللي موجه لي السؤال. انت اللي موجه لي السؤال. الرجال يوقف على الوحده. انا تلفظت على الرجال بكلامه زين. الرجال الان قدامكم كلكم وصفني بالوصف. لا لا مو قدامكم. الا قال وش تبغى بالوصف؟ لا لا قلت الاسلوب. الاسلوب وش فيها؟ وش فيه اسلوبي؟ اسلوبك قبل شوي. اسلوب ايش فيه؟ اسلوبك قبل شوي اسلوب وصاخ. اسلوبي اسلوب وصاخ. لا اسلوب في النقاش. اخوكم تكلم كذا. وش رايكم؟ نقاش نقاش يا عيال. ايش فيكم؟ نقاش يا عيال والله نقاش. يا اخي نقاش نقاش. وش فيكم؟ الاسلوب يا اخي لازم اقول له. والله اسلوب. انا وصفت اسلوبه. نرجع وصفت اسلوبه. نسال السؤال على اسلوبه قبل شوي. وش ابن عمرو؟ لا يا حبيبي يا اخي تحمل انت. وجه السؤال تحمل انت كبير الشعر. انا اسلوبه قبل شوي هذا الوصف المناسب. ابو ماضي كل ما تكلمت كلامك. لا ما اعرف احكي الا اسلوبك. انا ايش ذنبي؟ هذا السؤال. انت اللي موجه لي السؤال. اي سؤال؟ السؤال اول سؤال وجهته لاحد منكم. قالت انا ولا سؤال وجهته لاحد. عيال اسالكم بالله. عيال اسالكم بالله. انا ما جيت هناك ووجه لي السؤال. شوف انحاش. لا بمدح يا ابو راشد. ابو راشد الموضوع مو هنا. ما هذا الموضوع. الرجال وصفني بالوصاخه. يقول اسلوبك اسلوب وصاخ. هو اللي قال. اسلوبك هو اللي قال. جيت جاي منك ولا تكلمت مع احد. جلست هنا ووجه لي سؤال. جاوبت عليه عشان جوابي. عشان ما هي بس جوابي. خلنا نتكلم. جوابي جوابي ما اعجبه. ها وصفني بالوصاخ. ها شوف شوف الاسلوب. انا من وجهه نظري قاعد امارس الاسلوب. جوابي ما اعجبه. لا تسوي كذا. انا ما تهاوش مع احد. لا تسوي كذا. ما تهاوش. لا لا ابو ماضي. ابو ماضي. يا عيال انا ما تهاوش مع احد. 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 انا ما احب ان احد يمسكني. انا ما بنمسكك. انا انت رجال. يا رجال خلاص بعد الجراس. بس اهد الامور. انا انا هاد الامور. هد الامور يا اخي. انا بقول لك نقاش 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 وتشعب عادي. طيب حلو. ايوه لا لا هو شجاع. ما سعر يا اخي اسلوبه وصفت اسلوبه. خلاص قول كلمه. طيب انا صار جاني واحد قلتي انت وانت وانت وقال بمزحك وبعطيك فلوس يا اخي صابر. ولد اسمع قال بعطيك فلوس هو. يا شباب شباب لا لا ما معك كذا. براش براش دري. انا اهم شيء فلوس. يا عيال يا عيال وش فيكم انتم؟ اهدوا اهدوا خلونا نسولف والامور طيبه. شفت شلون انا اصلا وجودي سعاده في البرنامج. انت وانا راح يا مويس والتالي من الغد اشهد فلوس واستاذ. شفت هذا الجاكيت باخذه منك ان شاء الله قريب. قال الله لا لبس المطاريخ كلهم جاكيت. يا عيال ترى غلط اللي تسوونه. تمسكون العيال على يا طلال. ما بعد صار شيء والله. بس يا شباب شباب قولوا لا اله الا الله. يوصل للحد ما هو انا بقوله. قولوا لا اله انا بشوف ترى بموت. حددكم يوصل دائما الى مشكله. ما لا لا ما يا شباب استريح استريح. خلنا اذا في نقاش بنسولف فيه ولا كلام نسولف فيه. ارتاح ارتاح. قولوا لا اله الا الله. اهدوا يا النشامه. يا عيال اللي دخل يا ابو تركي انا في وجه ابوك. انا في وجه ابوك يا ابو. تعال ابو عمرو. انت خليني اتكلم ابو عمرو. بس خليني اكمل كلمتي لانها انا بسحب. انا بسحب. تفضل يا الربع. قولوا لا قولوا لا اله لا اله الا الله. بما اني انا متواجد هنا رئيس القريه القوي. كفو كفو. متى الرئيس؟ اذكر والله. اذكر والله يا شباب. اذكر الرئاسه. دقيقه الله يجزاك خير. دقيقه ابو تركي. احنا نبغى نهدي الامور يا ابن عمرو. وانت تبغى تشبهها. ما انت برئيس يا اخو. واضحه والله. كفو يا اخو. واضحه عليك زود. خالد الرئيس من انا؟ الرئيس ولكن احترام وتقدير لك يا ابن عمرو. ما انا بندخل في شوشره. لا بس انت رئيس القريه ابن عمرو. خلاص قلت قلت بتكلم خضره. دخل في موضوع. انا وجودي هنا يسبب لكم توتر. لا يسبب توتر. صفقه يا شباب صفقه. يا ابن عمرو ابن عمرو انت ابن عمرو مثل شيء بالكهرباء بالضغط العالي. سؤالي هزه. سؤالي هزه. انا حلقه الوصل. غازي غازي ضيع. غازي يا ابو ريح
قلب تعال تامر وانت الرئيس واحنا كلنا قصيدات موظفين واعطيك راسي كله ولا تقول هذا الشباب انتم بتقولوا ترى اخوي كلمه لا لا انت قاعد اتكلم ما شفت يزعل من نقاش والله ما شفت كل شيء هذا الرئيس هذا نقاش هذا الرئيس وجه لي كلام وجهت كلام بس كلها في قالب النقاش يا ليت كل نقاش انتهى الى مشكله لو سمحت لا يا عيال اللي ما اشوف بيض الله وجه النقاش اسمع دقيقه اسمح لي اسمح لي محسن 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 وجه له يا خالد وجه له اسلوب يوسع ابطانه الرجال يوسع ابطانه قد يجي ما ننقلها ولا نقلها لا اقول لك والدليل انك خوي وصديق ومهما جاء منك ممكن اني اقدرك واحترمك لا والله بيض الله وجهك هو ذاك هذاك بصفني بالوصاف والمشكله هو اللي موجهني السؤال يعني انا يعني انا يعني انا تكرمت عليه واعطيته راي ولا اصلا الامور هذه انا اكبر منها المفروض ما اتكلم فيها امور فلان يمدح فلان وفلان يمدح وش دخلني انا فيها الرجال وجه لي سؤال وجاوبت وش قال جيت امشي من هناك وقعدت هنا وش قال قال لي يا خالد انا بسالك سؤال في شاعر جاك مثلا والشاعر لو انا مدحت رجال ما هو بكفو اعطاني فلوس امور انا اصلا مالي فيها طيب وانا هي بجوي انا استحيت منه رجال سالني سؤال اعطيته رايي قلت رجال مو بكفو والله ما امدحه قال بكره يجيك عرسك قلت انا اللي تزوجت بكره ماني بجايب شعار يمدحوني في عرسي المهم قعدنا نتناقش لا تقاطعني لا تقاطعني لا تقاطعني قعدنا نتناقش في الموضوع شوي شوي خذوا تعالوا جيب ود المهم قال لي فجاه كذا قال اسلوبك يا خالد اسلوب الوساخه اللي يجي من ورا انا عمري ما جيت من ورا انا لا جيت للرجال اجيها من قدام وجه بوجه اما انه يرمي علي سوالف من تحت هذه ما حد يرضاها كلكم اخوان وكلكم اهل وكلكم ترى احنا وياكم ما جاء منك الا كل شيء يقولك اتكلم عليك والله انا عارف كنت عارف شطحاتك مقبوله تضايق شافكم كلكم علي شاف هذا علي وهذا علي عادي عادي كلنا ضدك يا خالد لا مو هو انتم لا ما حد ضدك الحين طلال الحين كلنا سوا مع بعض طلال يقول ليش غازي تضايق؟ تضايق غازي لأنه شاف أكثر من واحد كانوا ضد خالد. ما حد ضدك المدرب. الكلام بينك وبين محسن. لا 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 شباب لا. أنت كنت لا شوف دام الموضوع وصل إلى هنا شباب. أنت دام الموضوع وصل مش حلال. أكثر إنسان. أكثر إنسان. قولوا لا لا. أكثر إنسان. نعم. أكثر إنسان يرفع الضغط. نعم. ويجيب المشاكل. أيوة. القرية بالعمر. رغم هذا منهم. لا حليم. حليم. الله يكون إيش انا كل كلامي كان عادي بس كلمته هو ضايق لا انت قبل شوي انفعلت يوم قال لك غازي بالمزح يوم قال والله بالسهبال واني متعمد وش رايك واحد يقولها صادق شباب من جد نبغي راي ابو راشد في الموضوع طيب انا اقول اخوي الغالي محسن بن تركي واخوي الغالي خالد الشباني انت تدري انت تدري اني انا احبك والله انك تحبني وانت والله انك تدري انك عزيز عندي وفوق يا اخو واضح انك ما كبرت الا ذاك اليوم يا اخي تقول يا رب لا يزهمني لا يزهمني ابو راشد ممكن مداخله بسيطه صبر بس دقيقه خلنا كمل حبيبي بعدين كمل سمع عطني رايك لا تتشعب في الموضوع يا ابو راشد رجاء خالد الشيباني انت نظرت للموضوع من رايك حلو انت نظرت للسالفه من رايك اللي عندك وطرحت ويحق لي لكن ما كان له داعي الشيء اللي انا سمعتها تقول انا مالي شغل وانا مالي دخل وانا اعطيته هو كله نقاش سواء اسالك ابو تركي ولا ما اسالك ابو تركي يمكننا اخطا في اللفظ شوي اللي هو قال وانا ادري ان ابو تركي ما يقصد ما عن كذا انا وصفت اسلوب ما وصفت شخصه ما في مشكله خالد انا اعرفه رجال انا اكبر يحب الخير ومبادر وكل شيء لكن الاسلوب اللي قبل شوي مارسه علي وصفته اعتقد حد يوصفه بس طيب الاسلوب اللي انا مارسته هذا اسلوبي يعني معك في وقتها يحق لي اوصفه لكن ما هو اني وصفت شخص خالد شخص خالد اعرفه دائما وابدا سباق للمبادرات اللي فيها الخير والتطوع انا طالب الكلام هذا انا طالب دام الميكروفون معك طلبه يا ابو تركي تطرق الموضوع ابو راشد انه يحل المشاكل وانه رئيس انا طالب يستاهل ابو راشد دائما يحل فض النزاعات والخلافات ويجمع ما بين القلوب بس وهو رئيس القريه الله يبيض وياك
رئيس القرية من محسن محدد. ما ذكر اسم محدد ترى الورقة موجودة لا لا ما ذكرت اسم محدد تسجيل اسماء ما ذكرت اسم تدري 500 شوف اول اسم لا صدق قال اخو نويل شباب اعطوني ورقه ها ما في الا حق لي اسجل اسمه على راسي من فوق ابو طيب يا شباب القلم هذا من هو له براءة للذمة شيء دقيقة ما في والله والله العظيم واحد يخالف النظام انا معك اكثر اثنين يمكن يحبون بعض هنا لا لا نعم ما في رجل ما يشوف الرجال يا شباب هذا نقاش عادي وابشتري بدار ايتام اشتري بدار ايتام كم مستحيل واحد منا يقوم ولا تهوى خلص يا هلا يا هلا